يا نبض الأزهر قم فينا وانشر في الدنيا نسرينا، جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. يا نبض الأزهر قم فينا وانشر في الدنيا نسرينا، جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. هنشرح النهاردة السموز اندوبلازميك ريتيكولم واختصاره SER من ضمن دروس السيتولوجي، وده صورة السموز اندوبلازميك ريتيكولم قدامنا اهي. تمام، وسموه سموز غير الرف، تمام، لانه معلش ايه ريبوزوم او محبب، زي الرف كان عليه ريبوزوم فسموه رف اندوبلازميك، لكن ده ناعم اهو. تمام، معلش ايه حب اهو قدامكم اهو. تمام، هنتكلم عن اربع برضك نقط: ديفينيشن ولايت ميكروسكوب والكترون ميكروسكوب وفانكشن. الديفينيشن: ميمبرينوس ليفينج اورجانيلز ويز نو ريبوسوم جرانيول اون اتس سيرفيس. معلش الريبوسوم جرانيولز فسموه ايه سموز ناعم. تمام، هو الاندوبلازميك ريتيكولم كله بيبقى فيه كونتينوس ما بين الرف والسموز، بس الرف سموه رف عشان عليه ريبوسوم ومحبب، والسموز معلش ريبوسوم فسموه ايه سموز. باللايت ميكروسكوب مش هنشوفه، نوتسين باي ايه لايت ميكروسكوب. طب ليه الرف كنا بنشوفه باللايت ميكروسكوب عشان عليه ريبوسوم فكان بياخد الصبغه الزرقاء، اما ده فمعلش ايه ريبوسوم فمش هنشوفه بالايه بالهيماتوكسينوجين، يبقى بيكوز ليز اوتر ميمبرين ديفويت ايه الريبوسوم. بالالكترون ميكروسكوب ابير الريجولار برانشنج اند انستيموزنج توبيول، عباره عن انابيب متلاقيه مع بعض ومتفرعه وغير منتظمة. تمام، لكن في الاندوبلازمك تحس اللي هو كان منتظم كده. تمام، في الاندوبلازمك تحس ان كان في اوعية اللي هي السيسترن. تمام، والانتر كوميونيكيتنج تشانل ده بالنسبة للرف كان منتظمة، كان في ريجولاريتي، لكن ده الريجولار عبارة عن فراغ غير منتظم. ماشي، الريجولار جرانشنج اند انستموزنج ايه تيوبيول. من ضمن الفروقات اللي بينه وبين الرف نو ريبوزوم ان ايت سيرفيس، معلش ريبوسوم، ومفيش ريسبتور برضك للسب يونت. اذا كان هو معلش ريبوسوم فبالتالي مش هيبقى عليه الري ايه الريسبتور. نو سيسترن، تمام، مفيش سيسترن. تمام، ده قدامنا اهو، ده الالكترون ميكروسكوب. تمام، شايفينه، هذا ده السموز اندوبلازميك. ده قدامنا اهو، ده الرف. تمام، وعليه الحبيبات الجرانيولز بتاع الريبوزوم، وده سموز اهو. تمام، معلش حاجه، وهما الاثنين زي ما كنا عارفين اللي هما كونتينوس وتشيسي اتصف. الفانكشن بيقول لك الفانكشن بتاعت السموز اندوبلازميك بتختلف على حسب اختلاف ايه نوع الخليه، يبقى ديفرنت فانكشن ان ديفرنت ايه سيل تايبس. كل خليه والسموز اندوبلازميك بيبقى لها شغل معين فيه. فمثلا بيتصنع استرويد هرمون، تمام، ان سوبرا رينال كورتكس سيل، في الخلايا بتاعت الغده فوق كلويه او الغده القذريه. تمام، بتصنع الاسترويد هرمون. اتنين، دراج انتوكسيكيشن الليفر، تعمل دراج انتوكسيكيشن في الليفر اللي هو الكبد في الهيباتوسايت الخلايا الايه الكبديه. تمام، دراج انتوكسيكيشن، انتوكسيكيشن يعني تنزع السموم. ماسل كونتراكشن اند ريلاكسيشن، الانقباض والانبساط بتاع العضله. تمام، من خلال حاجه اسمها الايه الساركوبلازميك ريتيكولم، ده اسم السموز اندوبلازميك ريتيكولم بس في المصل، في المصل مسمينه ساركوبلازميك ريتيكولم، ده مسؤول عن عمليه الايه الكونتراكشن والريلاكسيشن. بيعمل هضم للجلايكوجين في الليفر. تمام، يبقى برضك ايه الجلايكوجين ميتابوليزم، وبيعمل برضك ايه فوسفوليبيد دي ساينسيس، بيعمل بيخلج او بيعمل كرييتنج الفوسفوليبيد ايه في السيل ميمبرين، في كل سيل ميمبرين الفوسفوليبيد اللي مسؤول عنها في كل سيل ميمبرين اللي بيعملها السموز اندوبلازميك ريتيكولم. غالبا هو بيبقى ايه تبع الكربوهيدرات وتابع الليبيد اكتر، ملوش دعوه بالبروتين، لان البروتين ده شغل الاندوبلازميك الرف اندوبلازميك ريتيكولم. طب كده نكون خلصنا. يا نبض الأزهر قم فينا وانشر في الدنيا نسرينا، جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا.